أهلا بكم إلى كشك الصحافة، وكالعادة نبدأها بالعناوين. الحوثيون يلجؤون لاستهداف إسرائيل هربا من الغضب الشعبي ضدهم. حماس وإسرائيل تعلنان الموافقة على الهدنة واتفاق تبادل الأسرى. مسؤول أمريكي سابق: قتل 4000 فلسطيني في غزة ليس كافيا. أهلا بكم. في تحليل للصحيفة الأمريكية أسوشيتد بريس ترجمه للعربية موقع يمن فيوتشر بعنوان: الحوثيون في اليمن يلجؤون لاستهداف إسرائيل والممرات الدولية هربا من ازدياد الغضب الشعبي ضدهم، تفتتحه الصحيفة بالقول إن جماعة الحوثي استولت على سفينة شحن مرتبطة بإسرائيل في ممر الشحن الحيوي في البحر الأحمر، ما يثير مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية في جبهة بحرية جديدة جراء الحرب بين إسرائيل وحماس. تواصل الصحيفة: الجماعة المدعومة من إيران تقول إنها استولت على السفينة بسبب ارتباطها بإسرائيل، وإنها ستواصل استهداف السفن المرتبطة أو التي تملكها إسرائيل في المياه الدولية حتى نهاية حملة إسرائيل ضد غزة. شركة الشحن اليابانية المسؤولة عن السفينة التي تعود لملياردير إسرائيلي قالت إن السفينة لم تكن تحمل أي شحنة وقت احتجازها، وأفراد الطاقم ينحدرون من الفلبين وبلغاريا ورومانيا وأوكرانيا والمكسيك. كما أدانت اليابان هذا الاختطاف، وقال الأمين الأول للحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إن الحكومة اليابانية تبذل قصارى جهدها لإطلاق سراح الطاقم من خلال مفاوضات مع المتمردين الحوثيين. وفي التحليل ذكرت الصحيفة أن احتجاز السفينة يشبه احتجازات سابقة قامت إيران بتنفيذها، والتي تدعم الحوثيين وتزودهم بالسلاح منذ فترة طويلة. تضيف: مثل هذه الهجمات تعزز موقف الحوثيين، فقد ازداد الغضب الشعبي ضد حكمهم في الآونة الأخيرة في ظل استمرار الحرب. تختتم الصحيفة تحليلها بالنقل عن غريغوري جانسون خبير اليمني في معهد دول الخليج العربي في واشنطن قوله إن الحوثيين يعتبرون الحرب بين إسرائيل وحماس فرصة لتخفيف الانتقادات نحوهم، فعند مهاجمة إسرائيل سيكون الشعب أقل ميلا لانتقادهم ومهاجمتهم. كتب مصطفى راجح مقالا في موقع بلقيس قال فيه إن غزة اليوم هي محور فرز العالم، وجاء فيه أيضا: في قضايا الكرامة والحرية والاستقلال لا تقاس التضحيات بمعيار الربح والخسارة. قياس التكلفة يحسب في المشاريع التجارية والعلاقات الاقتصادية لا في قضايا الأوطان. في التجارة لا جدوى من مشروع تزيد تكلفته عن عائداته. في كفاح الأفراد والشعوب تحت راية الحرية والكرامة والقضية العادلة تهون التضحيات في سبيل الحق والعدالة. لا يتغير التاريخ بعقلانية المهزومين من يتكيفون مع الظلم ويكسرون أنفسهم للتواؤم معه ومع تبعاته. يتغير التاريخ بإرادة الشجعان وفعلهم الجامح وحتى الجنوني، ولكن المنضبط بعدالة قضيته والمحكوم بإيمانهم بالحرية وعشقهم للكرامة والتحرر من الاحتلال وذل الحياة تحت حوافزه المهينة. غزة ليست فحسب مساحة مكونة من 365 كيلومتر حولها الاحتلال إلى سجن كبير ويشن حرب إبادة ضد سكانها. غزة اليوم هي من يعيد سؤال الحق والعدالة إلى كل ضمير في العالم. غزة اليوم هي من يحاصر الكيان الإسرائيلي ويضعه في قفص الاتهام والمساءلة من كل مدن العالم. غزة تذكر العالم أن القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال هي مواثيق كتبت لتطبق على الجميع وتشمل الحقوق التي قررتها كل البشر دون تمييز. وأمام فرز أخلاقي وقيمي وإنساني كهذا لا يليق بأي إنسان إلا أن يكون في جانب التضامن مع الحق والقضية العادلة والمظلومين، لا في جانب الإجرام وقتلة الأطفال ووحشية ضمائرهم وآلتهم الحربية. العقلانية الصورية والباردة في حالات كهذه تتحول إلى درع خشبي عازل يستخدمه من فقدوا إنسانيتهم وقدرتهم على الإحساس بالمظلومين. والتضامن مع كفاح شعب يسعى للتحرر من قبضة الاحتلال الأوسخ في تاريخ البشرية.
يقول موقع يمن مونيتور إنه على الرغم من أن عددا من شركات التأمين لمخاطر الحرب استبعدت اليمن من التأمين البحري بعد إعلان الحوثيين حربهم على إسرائيل، إلا أن اختطاف سفينة شحن في البحر الأحمر يدفعها لرفع الأسعار، وعلى إثر ذلك سترتفع أسعار الواردات إلى اليمن التي تستورد 79% من احتياجاتها الغذائية. يتابع الموقع، منذ 2015 ارتفعت تكاليف التأمين للسفن التي تصل الموانئ اليمنية 16 ضعفا عن الوضع العادي، خاصة بعد سلسلة من هجمات الحوثيين على السفن قرب المياه السعودية، والهجمات على السفن في البحر الأحمر والقرصنة على السفينة الإماراتية روابي عام 2022. خالد سيد العضو المنتدب لشركة أبيكس قال إن التصعيد في منطقة البحر الأحمر قد يؤثر على حركة سلاسل الإمداد والتوريد العالمية التي تمر عبر مضيق باب المندب، وسينعكس في صورة ارتفاع تكلفة الشحن وتغطية بوليصات التأمين البحري. ارتفاع تكاليف الشحن وبوليصات التأمين سيؤدي بدوره بحسب الموقع إلى ارتفاع كل ما يتم استيراده، بما في ذلك المشتقات النفطية والغاز والقمح والمواد الغذائية الأخرى. أفادت خبيرة في البيئة أن اليمن يعد من أكثر الدول الفقيرة التي تعاني من أثار ظاهرة الاحتباس الحراري، بينما هو لم يتسبب في هذه المشكلة ومثله جيرانه في القرن الإفريقي. الموقع بوست نقل عن هيلين لاكنر الخبيرة في شؤون اليمن قولها إن المشكلات البيئية سببها الاحتباس الحراري التي تعد مساهمة اليمن فيه شبه منعدمة. ذكرت أن البيئة اليمنية تواجه تحديات بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري وتدهور الوضع البيئي أكثر بعد 8 سنوات من الحرب الأهلية، قائلة: لا يبدو أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ سيقدم حلولا حقيقية لأزمة بلد يواجه كارثة بيئية. أضافت أيضا أنه بعد أكثر من 8 سنوات من القتال تنتشر كميات كبيرة من المواد الكيماوية ومخلفات الحرب الملوثة في جميع أنحاء اليمن. لفتت إلى أن المشكلات البيئية العديدة التي تواجهها اليمن لا ترتبط بتغير المناخ مباشرة، لكنها تتطلب التحرك البشري للتخفيف من حدتها. عن صحوة الشارع العربي كتب أنور الجمعاوي مقالا في صحيفة العربي الجديد، نطالع في جزء منه. يعتبر الشارع مجالا دالا وفضاء تعبيريا مكثفا وحيزا حركيا معبرا وفضاء تعبويا حيويا ومكانا رامزا ناطقاً بأصوات الجماهير التي تحتشد فيه للبوح والاحتجاج والمطالبة بالتغيير. إنه قوة ضغط وأداة تثوير وتنوير تسعى الجماهير فيه من خلال حركة الشارع إلى التأثير في أصحاب القرار في الداخل والخارج وإعادة تشكيل الوعي الجمعي على كيف ما. اتخذ التضامن الشعبي مع غزة في البداية شكلاً سبرانياً افتراضياً، فقد اجتاح الإنترنت عموماً وشبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً. ومع إقدام إسرائيل على شن حرب ضروس على سكان غزة وإدمانها قصف المدنيين بشكل عشوائي واستهدافها الأطفال والنساء والشيوخ، تزايد الغضب الشعبي على دولة الاحتلال ودفع صمود الغزيين وتمسكهم بالأرض رغم القصف والحصار. دفع الجموع العربية إلى أن تنفض عن نفسها غبار الجمود والاستكانة وتنزل إلى الشوارع رافعة صرخات الاحتجاج والإدانة ضد الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة لحقوق الفلسطينيين وللقانون الدولي، معبرة عن سخطها من مجتمع دولي مستقيل إزاء ما يحدث في غزة، وغضبها من رد فعل عربي واهن على عدوان إسرائيلي سافر يقتل الأبرياء بدم بارد ليل نهار. العربي إذ يتظاهر يعبر عن حالة صدام تاريخي مع إسرائيل التي يرى أنها لا تروم القضاء على حماس فحسب، بل على الوجود الفلسطيني أيضاً. وأخبرت بذلك دعوة وزير إسرائيلي إلى إطلاق قنبلة نووية على غزة. كما أن العربي إذ يتظاهر يثور على الهيمنة الإسرائيلية التي تهدد هويته وكينونته في زمن تصاعد فيه حضور تيارات يمينية ودينية متطرفة في إسرائيل تقول إنها لن تكتفي بالاستيلاء على فلسطين،
بل تحلم بإقامة دولة إسرائيل الكبرى. نقلت صحيفة العرب الجديد عن حركة حماس إعلانها التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية لمدة 4 أيام بجهود قطرية ومصرية، مضيفة في بيان صحفي أنه بموجب الاتفاق سيتم وقف إطلاق النار من الطرفين والأعمال العسكرية للجيش الإسرائيلي في كافة مناطق قطاع غزة. أكدت الحركة أنه بموجب الاتفاق سيتم إدخال مئات الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والوقود إلى كل مناطق القطاع شمالا وجنوبا بلا استثناء. بحسب بيان حماس أيضا، فإنه سيتم إطلاق سراح 50 من محتجزي الاحتلال من النساء والأطفال دون سن 19 عاما مقابل الإفراج عن 150 من الفلسطينيين بسجون الاحتلال من ذات الفئة. تقول الصحيفة إن بيان حماس جاء بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على صفقة التبادل مع حماس، والتي تتضمن تبادلا للأسرى ووقفا لإطلاق النار لأيام عدة. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن الوزراء المشاركين في الاجتماع المخصص لمناقشة صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس قولهم إنه من المتوقع إطلاق سراح الدفعة الأولى من الأسرى الإسرائيليين الخميس المقبل، في حين دافع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن صفقة الأسرى واصفا إياها بالقرار الصحيح، لكنه توعد بمواصلة الحرب حتى تحقيق جميع الأهداف. الصحفي والكاتب حازم صاغية كتب مقالا في صحيفة الشرق الأوسط بعنوان إنها حرب قاسية جدا وليست خوارق ومعجزات. حين تضرب المرأة مصيبة غير متوقعة حجمها يفوق تصوره، تتجه ردة فعله الأولى إلى لعن كل شيء حوله. العالم يبدو له مكانا غير آمن، والبشر يغدون كائنات خطيرة، والأفكار تتراءى مجرد أكاذيب، أما العقل فيلوح لزوم ما لا يلزم. والحرب على غزة دفعتنا أمام ذهول الحدث إلى أحكام رؤيوية كتلك. فالإسرائيليون وكثير من اليهود بدا لهم بعد طوفان الأقصى ما بدا للفلسطينيين وكثيرين من العرب والمسلمين بعد الرد الإسرائيلي. الأخلاق انتهت والقيم والقوانين شاركتها نهايتها، وما ينشأ عالم يقطع كلياً من العالم الذي نعرفه، إما بشيراً بانتصار كبير أو نذيراً بنهاية. وعربياً جاءت الدهشة من أمكنة كثيرة، إذ من الذي كان يتوقع هذا الحجم من الانحياز الغربي لإسرائيل؟ ومن الذي كان يتوقع أن يمضي قتل الأطفال وهدم المشافي والمدارس على النحو الذي حصل ويحصل؟ أو أن يبدو العالم على هذين الضعف والعجز اللذين يبدو عليهما حيال انتهاكات إسرائيل؟ اليوم وفي الحرب المجرمة على غزة تتحول المشاعر، وهي مبررة كمشاعر تنتجها لحظة عابرة ما، إلى مناهج في التفكير أو اللاتفكير، تفيض بإعلان البدايات والنهايات، فكل شيء في التاريخ يسقط، كل الحضارة، كل الثقافة، كل القانون. إلى صحيفة القدس العربي، والتي قالت إن ناشطين على مواقع التواصل تداولوا مقطع فيديو لرجل يرتدي معطفا أخضر وهو يعتدي بالشتائم والإهانات العنصرية والتعليقات المعادية للإسلام على بائع فلافل في مدينة نيويورك يوم الثلاثاء، ولم يستغرق الأمر طويلا حتى تم التعرف على المعتدي وطرده من عمله. المفاجأة في الأمر أن الرجل صاحب المعطف الأخضر كان مسؤولاً سابقاً في إدارة الرئيس باراك أوباما. تم التعرف على الرجل على أنه ستيوارت سيلدويتس، وهو مدير سابق لمجلس الأمن القومي في عهد الرئيس أوباما ودبلوماسي سابق لوزارة الخارجية الأمريكية، وخدم خلال 5 رئاسات. يمتد الفيديو الأصلي من مستخدمة منصة إكس تدعى ليلى على مدار دقيقتين، يردد خلالها سيلدويتس عدة إهانات متعصبة ومهينة للبائع الذي لم يتم التعرف عليه. وفي تسجيل للهجوم من داخل عربة الطعام، هدد سيلدويتس البائع بجهاز المخابرات في مصر قائلا إنهم سيحصلون على والديك، هل يحب والدك أظافره؟ سوف يخرجونهم.
واحدا تلو الآخر بعد أن التقط سيلزويت صورة خاصة للبائع وطلب منه الابتسام، ثم وصفه بأنه جاهل لأنه لا يتحدث الإنجليزية. أضاف: يجب أن تتعلم اللغة الإنجليزية، سوف يساعدك عندما أو سوف تساعدك اللغة عندما يقومون بترحيلك إلى مصر. عاد سيلزويتس لاحقا إلى البائع الذي لم يفتح نافذة عربته في البداية واستمر في مضايقته، وعندما فتح البائع النافذة أفرغ سيلزويتس كل كراهيته واصفا البائع بأنه إرهابي، مدعيا أيضا أنه يعرف من يملك جميع عربات الطعام، ثم قال للبائع بابتسامة على وجهه: أيضا قتلنا 4000 طفل فلسطيني، أتعلم؟ لم يكن ذلك كافيا. استبعدت الممثلة المكسيكية ميليسا باريرا من دور البطولة في سلسلة أفلام سكريم الأمريكية بسبب ما وصفته شركة الإنتاج بأنه التحريض على الكراهية ومعاداة السامية في منشوراتها على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما عبرت عن دعمها للقضية الفلسطينية. مواقف الممثلة المكسيكية كانت جريئة وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حين وصفت ما يحدث في غزة بالإبادة الجماعية. يتابع الموقع: كان من المقرر مشاركة باريرا في الجزء السابع من فيلم سكريم بعدما لعبت دور البطولة في الجزئين السابقين قبل أن تعلن الشركة المنتجة استبعادها من طاقم العمل. المخرج كريستوفر لاندون الذي كان من المفترض أن يتولى إخراج فيلم سكريم صرح بأنه لا دخل له باستبعاد الممثلة من الجزء السابع، بينما عبر الممثل الأمريكي جون كويزاك عن دهشته من قرار شركة الإنتاج الأمريكية وكتب عبر حسابه على منصة إكس: من الجنون طرد الممثلة لأنها ذكرت الحقائق، الكهرباء والمياه مقطوعة وغزة في حالة خراب، ويتم استخدام كلمة الإبادة الجماعية من قبل المنظمات الدولية. إلى جولتنا التالية وصور خلابة من الحياة البحرية نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية، نتابع. أيضا مجموعة من رسوم الكاريكاتير، نتابع. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من كشك الصحافة، نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.